كاسات بارفيه الكاسترد من 4 ملاعق كبيرة من الكاسترد، 4 ملاعق كبيرة من السكر، 4 كوب حليب، نصف كوب بسكويت الشوكولاتة المطحون، ونصف كوب كرز أحمر محفوظ. وصفة كثير بسيطة وسهلة. أول شيء بدنا نسوي على البارد، بنضيف الحليب. أهم شيء على البارد 100%. وبعديها بنضيف السكر. السكر. وبعديها الكاسترد. نبدأ في عملية خلطها كلها مع بعضها حتى يغلظ القوام عندي. بدي أغلبك روان بس شوي. طبعا. أنا اليوم مستخدم من RZ قواعد ذهبية كثير حلوة للكاسات. حلو. وبستخدم كمان عبوات بلاستيكية. هذول هم الاثنين أنا اليوم مستخدمهم من RZ، وطبعا عندهم تشكيلة كبيرة، عندهم 2 شوروم كثير رائعين جدا وفيها بضاعة كثير كثير حلوة. 100%. رايح أضيف داخل الوعاء بسكوت مطحون. نعم. وبعديها رايح أنثر كمية من حد اسمه شيف اللي بحطوه على المهلبية، اللي هو هذا الكرز الأحمر. الكرز الأحمر اللي مجفف. نعم مجفف. هسه شوف، هسه حاليا في موسم الفراولة صار بكثرة. نقدر نحط فراولة. نعم. يسلم ايديك هون عبين، بس ما تشد عندي، رايح اسكبها طبق حلو كثير بسيط